والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين ربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.